وصفة اليوم: دجاج بالهريسة مشوي في الفرن مع الخضار. ثلاثون طبق في ثلاثين يوم في رمضان. بصلتان، ست حبات بطاطس صغيرة، فلفل ألوان، ملعقتان كبيرتان هريسة، عصير ليمونتان، بشر ليمونة، ملعقتان صغيرتان ملح، فلفل أسود، نصف ملعقة كمون، ثوم، ربع كوب زيت نباتي، تضاف التتبيلة على الدجاج وتترك لمدة 3 ساعات على الأقل. نضع الدجاج المتبل مع البصل، البطاطس، الفلفل الملون، الثوم، نصف كوب زيتون أسود، يضاف قليل من الزيت على الخضار وتدخل الفرن على درجة حرارة 230 درجة. صحتين مع OSN.